هيعمل فيلم معايا السويسي. يا نهار اسود، عم احمد السبكي طب ليه عم احمد السبكي هيعمل قصه حياه السويسي فيلم هينزل في السوق وهيكسر الدنيا، وهيعمل مسلسل مع محمد رمضان. السويسي مش مصدق نفسه وبعت ابوه يمضي على الفيلم، والتصوير هيبدا الشهر الجاي، والسبكي هيروح له إيطاليا مخصوص. قصة الفيلم، السويسي طالب في الجامعة الأمريكية وشغال ميكانيكي بعد الظهر. قال للسبكي مش هتندم وهنكسر الدنيا مع بعض يا سبكي، والموهبة اللي عندي مش عند أي حد. السويسي الدنيا لعبت معاه وهيبقى مليونير ونجم سينما كمان بعد المرمطة اللي شافها في إيطاليا. لكن الفيلم هيتصور إمتى وهينزل على الشاشات إمتى، ومحمد رمضان دوره ايه في الفيلم ده؟ ده كله هنعرفه مع بعض. احمد السبكي قال بالنص كده لما المذيع سأله هو انت هتعمل فيلم للسويسي بجد ولا ايه؟ احمد رد عليه وقال له اه هعمله فيلم وهيكسر الدنيا، ومش بس كده، ده كلمه واتفق معايا على كل حاجة، وكل حاجة جاهزة علشان التصوير بعد ما مضى معايا خلاص. ومش السويسي بس اللي فرحان ومبسوط انه اخيرا هيمثل ويطلع على تلفزيون، واحمد السبكي كمان قال لك انا مبسوط جدا ان انا هشتغل معاه وهنقلب الدنيا. السويسي اتفق مع السبكي ونفسه قصة الفيلم تكون هجرته من مصر لإيطاليا في المراكب والبحر والأيام الصعبة اللي شافها فيه واللي كان هيموت فيها، لكن ده اللي عاوزه السويسي مش اللي اتفق عليه مع السبكي. ولما صحفي سأل السبكي الفيلم اللي هتعمله للسويسي هتكون قصته ايه بالظبط وايه الفكرة بتاعته وهل هتكون فعلا عن الهجرة الغير شرعية زي ما السويسي عايز، السبكي رد عليه وقال له لا مش هتكون عن الهجرة الغير شرعية، لكن هتكون على ايه والسويسي هيكون دوره فيها ايه. السبكي قال السويسي هيكون بطل الفيلم وهيبقى طالب في الجامعة، وحاجة محترمة جدا. ومش بس كده كمان، ده هيدرس في الجامعة الصبح وبعد الظهر هيبقى شغال ميكانيكي في الورشة، وده علشان يبان قد ايه هو مجتهد وواد بتاع مصلحته. ده السويسي مش قليل برضو. طيب ايه اللي خلى السبكي يقول الكلام ده، وايه اللي جاب الفكرة في دماغه وكل الكلام ده؟ بص يا سيدي، السويسي معروف من فيديوهاته الكتير على تيك توك ومكسر الدنيا وبيعمل ملايين المشاهدات، وهي السبب في شهرة السويسي. وفي مرة من المرات السويسي نزل فيديو وأحمد السبكي شافه وعلق عليه وكتب للسويسي عقدك جاهز يا سويسي مستنيك تيجي تمضي. السويسي أول ما شاف تعليق السبكي ما بقاش مصدق نفسه وهيطير من الفرحة، وقال يا نهار أبيض عم أحمد السبكي بنفسه. رد عليا وقال له هاجي امضي وربنا، ده انا اجي لك مصر حافي. لكن السويسي كان له طلب كمان علشان يمثل، قال له انا عايز امثل مع محمد رمضان، وقال له اللي انت عايزه كله هعمله. وفعلا السويسي قال هبعت ابويا يمضي لحد ما انزل مصر. في النهاية تحب تكون قصة فيلم هجرة السويسي الغير شرعية في البحر ولا انه طالب وميكانيكي؟